الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة ضرب من العلاج، نوع من العلاج يراد به معالجة من به سحر، ولهذا حقيقة النشرة هي حل السحر عن المسحور، معالجة المسحور بحل السحر الذي ابتلي به أو أصيب به. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان حكم النشرة، في بيان حكم النشرة التي هي حل السحر عن المسحور، معالجة من يظن به سحر أو يظن به مس من الجن أو نحو ذلك. وسميت نشرة لأنه ينشر بها، أي يحل، ينشر بها أي يحل ما به من داء أو ما به من سحر. أن النشرة هي حله، كشفه، إزالته، العمل على ذلك يسمى نشرة. هذه الترجمة قال رحمه الله تعالى فيها: باب ما جاء في النشرة. ما جاء في النشرة أي من نصوص تدل على، في عمومها، على أن النشرة التي حل السحر عن المسحور على نوعين: نوع مباح ونوع محرم. أما النوع المحرم فهو بحل السحر بسحر مثله، بالرجوع إلى السحرة والاستعانة بهم، مع الاستعانة بالشياطين. هذا نوع، هذا محرم. والنوع الثاني حلها بالرقى المباحة، ذكر الله، القرآن، المعوذات، آية الكرسي، الفاتحة، الرقى المأثورة: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. مثل أيضا رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل شيطان وحاسد الله يشفيك. هذه أيضا رقية نافعة في هذا الباب، باب حل السحر عن المسحور. قال: باب ما جاء في النشرة. قال: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. هنا السؤال يتعلق بنوع من النشرة معروف معهود سألوه عنه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة، يعني النشرة المعهودة التي كان يصنعها أهل الجاهلية،
وهي نشرة قائمة على باطل، على السحر والتعلق بالشياطين. فسئل عليه الصلاة والسلام، سئل عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. الجواب الآن على نوع معين سئل عنه، معروف ومعهود عند الناس، الذي هو من عمل معروف عند أهل الجاهلية، حل السحر بسحر مثله أو باستعانة بالشياطين. فقال: هي من عمل الشيطان، من عمل الشيطان أي بواسطتي، وهو الذي يدعو إلى ذلك ويحرض عليه. وهؤلاء الذين يحلون السحر بهذه الطريقة هم يتعاونون مع الشياطين ويتقربون للشياطين بما يسخط الله سبحانه وتعالى من الألفاظ الكفرية والكلمات الشركية والكلام الباطل الذي ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، فيتقربون إليهم ليحصل المقصود، مقصود هؤلاء. قال: هي من عمل الشيطان. إذن قوله هي من عمل الشيطان هذا دليل على أنها ماذا؟ محرمة، محرمة باطلة لا تجوز، لأن ما كان من عمل الشيطان فهو حرام، ما كان من عمل الشيطان فهو حرام. إذن هذه النشرة التي سئل عنها عليه الصلاة والسلام هي نوع من النشرة معهود، ولهذا ال في النشرة هنا سئل عن النشرة، ال هنا للعهد، المقصود بالنشرة أي المعهودة المعروفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية. قال: هذه من عمل الشيطان. لا يدخل في الحديث النشرة بالرقية المشروعة، بآية الكرسي، بقل هو الله أحد، بالمعوذات ونحو ذلك، هذا لا يدخل، هذا من عمل الرحمن، هذا من طاعة الله عز وجل، لا يدخل في المنع. إذن الحديث خاص بحل السحر بسحر مثله أو حله باستعانة بالشياطين. نعم. قال رحمه الله: وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكره هذا كله. وسئل أحمد عنها، عن النشرة، فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. يكره هذا كله يعني يكره مثل ما تقدم في كراهيته للتميمة من القرآن، تميمة من القرآن. وهنا قول الإمام أحمد لما سئل عن نشرة قال ابن مسعود: يكره هذا كله، يعني يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. لا يمكن أن يقال أن ابن مسعود يكره أن يقرأ على المريض بسحر آية الكرسي لحل السحر عنه، أو بقل هو الله أحد والمعوذتين، ما يمكن أن يقال هذا. فإذا قول أحمد رحمه الله ابن مسعود يكره هذا كله، أي يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، النشرة التي هي من عمل الشيطان. والكراهة عند السلف إذا أطلقت يراد بها التحريم، يكره ذلك أي يرى أن ذلك محرما، ليس المراد بالكراهة كراهة التنزيه في الفرق بين المكروه والمحرم، وإنما عند السلف ولا سيما الصحابة إذا أطلقت الكراهة يراد بها التحريم. قال: يكره ذلك أي يرى أن ذلك محرما، يرى أن ذلك محرما. وهذا يدل على أن الإمام أحمد نفسه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود، لما سئل أجاب بجواب ابن مسعود أن يكره ذلك أي يحرم ذلك، يحرم النشرة التي هي من عمل أهل الجاهلية، التي حلوا السحر بسحر مثله أو باستعانة بالشياطين واستخداما لهم. نعم. قال رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى.
ثم أورد هذا الأثر عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين أنه قال لسعيد بن المسيب رحمه الله وهو من أئمة التابعين سأله قال رجل به طب، رجل به طب، مقصود به طب أي به سحر مسحور. يقال أن كلمة طب من الأضداد، يقال أن كلمة طب من الأضداد. ما معنى من الأضداد؟ يعني تطلق على الشيء وضده، تطلق على الدواء وتطلق على المرض. يقال للدواء طب ويقال للمرض طب، هذا يسمى، هذه الألفاظ تسمى من الأضداد، وهناك كلمات عديدة بهذه الصفة. فقيل إن هذه الكلمة طب من الأضداد، ولهذا أطلقت هنا على ماذا؟ على المرض لا على الدواء. المعروف أن الطب هو الدواء العلاج، لكن هنا أطلقت على المرض. قال به طب يعني به مرض، به سحر، هذا معنى به طب، يعني به مرض، به سحر. وقيل أنها ليست من الأضداد، ولكن أطلق عليها على المسحور به طب من باب التفاؤل له، مثل إطلاق كلمة سليم للذيغ، يقال فلان سليم يعني لذيغ، يتفاءلون أن يشفى من. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل. قال رجل به طب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ أي يحبس عن امرأته بالسحر. وهذا الذي يدل على معناه الآية الكريمة، قوله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا النوع من السحر يسمى الصرف، مثل ما هنا قال يؤخذ عن امرأته يعني يصرف عن امرأته، يحبس عنها، يعني يصبح لا ميل له إليها ولا رغبة له فيها ولا قدرة له على معاشرتها ومجامعتها، محبوس عنها بماذا؟ بالسحر. فسئل ابن المسيب رحمه الله الرجل به سحر ويحبس عن امرأته بهذا السحر الذي هو سحر الصرف، أيحل عنه أو ينشر؟ السؤال يتكون من شقين، أيحل عنه أو ينشر؟ أيحل عنه يعني السحر، هذا لا شك أن إذا اهتدي إلى السحر الذي عمل فإن حله صحيح ونافع نافع للمسحور. إذا وجد العقد التي نفث فيها الساحر وأخذ يحلها ويحلها الإنسان ويقرأ المعوذات وآية الكرسي ونحو ذلك، يقرأ ويحل العقد، هذا من الأشياء التي ينحل بها السحر، وهذا العمل صحيح، هذا العمل صحيح، إبطال السحر بحله، حل العقد التي. ولهذا ذكرت لكم قبل أيام من فترة طويلة يعني ضبط ساحر وجدوا في غرفته أشياء كثيرة من هذا القبيل، عقد، فكانوا قاموا بحلها. وإذا كان السحر مكتوبا في ورق يمحى بأن يغمس في الماء حتى يذهب أثره وينتهي مع القراءة، مع القراءة، قراءة المعوذات وآية الكرسي وفاتحة الكتاب، فهذا بإذن الله ينتهي بها السحر إذا اهتدي إلى العمل نفسه، العقد التي نفث فيها. وهذا الذي ضبط لما حلت هذه الأشياء التي كانت في غرفته، في ذاك اليوم عدد كبير من الناس انطلق عنهم أشياء كانت فيهم وسلموا من أشياء كانت فيهم. أيحل عنه أو ينشر؟ ينشر أي يرقى،
يرقى بما يكون به شفاءه من ذلك. يقول في الجواب، يقول ابن السيب: لا بأس به، لا بأس به. هل يمكن أن يحمل قول سعيد لا بأس به على النشرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل هي من عمل الشيطان، بأن يذهب إلى الساحر؟ هل يمكن أن يحمل ذلك؟ الواجب حمل كلام الأئمة وأهل العلم على أحسن المحامل، الواجب حمل كلام الأئمة وأهل العلم على أحسن المحامل وأطيبها. فيقال إن مراد سعيد بن المسيب بقوله بجوابه لا بأس به، يعني لا بأس أن ينشر، أي أن يرقى بالتعاويذ الشرعية، بأن يقرأ عليه المعوذات الثلاث، يقال لها المعوذات ويقال لها القواقل، قل 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 الثلاث، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذه نافعة جدا في حل السحر مع اليقين بالله عز وجل، تقرأ مع اليقين، مع آية الكرسي، مع فاتحة الكتاب، مع أيضا الرقية الماثورة: اللهم رب الناس، بسم الله أرقيك، رقية جبريل. هذه نافعة. فيحمل كلام الحسن، كلام سعيد على هذا، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، يعني هذا لا بأس به إذا كانت معالجة بهذه الأمور المباحة التي لا مضرة فيها ويراد بها الإصلاح. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فأما ما ينفع، هذه الكلمة أما ما ينفع، هذه إطلاقا ما تنطبق أبدا على الاتيان للساحر لحل السحر. لماذا؟ لأنه يضر المرء في ماذا؟ في دينه، في عقيدته، يضره في دينه، في عقيدته، في توحيده. لأن هذه الآن هذا الاتيان للساحر هو خطوات في الانحلال من ثوابت في الدين. ولهذا سيأتي معنا أن المرء إذا ذهب إلى الساحر، الساحر نفسه يتقرب للشيطان بأشياء ويطلب من المسحور أيضا أن يتقرب بأشياء، هذا ثلم للعقيدة، ثلم للتوحيد. وبعض الناس تحت وطأة الشدة والمرض والتعب الذي هو فيه، ويعني يبغي الخلاص من الإشكال الذي هو فيه، ولا يكون عنده فهم للتوحيد كما ينبغي، يبيع دينه عند الساحر، يبيع دينه عند الساحر، فيقبل ما يطلبه منه الساحر من أشياء يفعلها تقربا للشياطين. نعم. قال رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وروي عن الحسن البصري من أئمة التابعين أيضا أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. ويقصد ويراد بكلام الحسن رحمه الله تعالى حل السحر بسحر، حل السحر بشيء نظيره مثيل له، هذا المقصود بلا يحل السحر إلا ساحر. لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحله بمثله بنظيره إلا شخص مارس للسحر. هذا الآن من الحسن البصري رحمه الله خرج مخرج ماذا؟ الذم والنهي عن ذلك، النهي عن ذلك، عن النشرة التي هي من عمل الشيطان، التي ينطبق عليها قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. عندنا أثران الآن لتابعيين سعيد والحسن، أثر سعيد
في أنه لا بأس، أثر سعيد أنه لا بأس به، وأثر الحسن أنه لا يجوز. هذا محمول على شيء وهذا محمول على شيء. هذا محمول على النشرة المباحة التي هي بالرقية الشرعية بالتعاويذ المأثورة بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو الشفاء، والشفاء للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن شفاء. فيحمل كلام سعيد على هذا، ويحمل كلام الحسن البصري على النوع الممنوع، على النوع الممنوع. يوضح ذلك النقل الذي ذكره المصنف عن الإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. وعليه يحمل قول الحسن، الحسن يقول لا يحل السحر إلا ساحر، يحمل قول الحسن على هذا النوع تحديدا الذي وحل السحر بسحر مثله، هذا لا يقدر عليه إلا ساحر، وهذا النوع محرم وهو من عمل الشيطان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. يتقرب الناشر، من هو الناشر؟ الساحر. والمنتشر المسحور. يتقرب الناشر يعني الساحر، والمنتشر المسحور إلى الشيطان، إلى الشيطان. الآن لما يقال يجوز، لما يقال يجوز الذهاب للساحر من أجل حل السحر، لما يقول قائل هذا الكلام يجوز ذهاب المرء إلى الساحر من أجل حل السحر، يقول أن هذا لا بأس به يجوز، هذا يتضمن أنه يجوز أيضا المضامين التي تكون ما عند الساحر، ومن ذلك التقرب للشياطين. ومن الذي يفهم هذا الأمر ويفهم هذا المعنى ويصحح أتيان الساحر من أجل حل السحر؟ ولهذا لا يلتفت إلى الفتاوى الشاذة التي تجيز الذهاب للساحر من أجل حل السحر، لا يلتفت إليها، لأن الإتيان للساحر جملة وتفصيلا باطل، لأن فيها ثلم للدين نفسه، مضرة بالدين نفسه. الساحر سيطلب منها أشياء ولن يوافقه على شيء يريده إلا بأشياء يطلبها منه، والأشياء التي يطلبها منه هي في جملتها تقرب للشياطين، مثل ما قال ابن القيم: يتقرب الناشر يعني الساحر والمنتشر أي المسحور إلى الشيطان بما يحب الشيطان. الشيطان يحب الكفر والشرك بالله، يبطل عمله عن المسحور، يبطل عمله عن المسحور. فهذا النوع يعني باطل ومحرم، ولا يجوز أن يؤتى ساحر من أجل حل سحرا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولا يفلح الساحر حيث أتى، أينما توجه لا يفلح. شخص هذه صفته ذكرها الله، لا يفلح الساحر حيث أتى، كيف يطلب من جهته فلاح أو شفاء أو عافية أو سلامة؟ ولهذا إطلاقا ما يجوز أن يذهب إلى الساحر من أجل حل السحر، بل الساحر إذا علم به في الدولة المسلمة المقيمة لشرع الله يبلغ عنه الجهات حتى يضبط ويكف شره وأذاه عن المسلمين، لا أن يقال يجوز أن يذهب له من أجل حل السحر. وإذا قيل يجوز الذهاب له، هذا يتضمن نوع من الإقرار بماذا؟ بالسحر والسحرة، وأن في باب من الأبواب يجوز الذهاب إليهم فيه، وهذا لا يقوله من يفهم خطورة هذا الأمر وإخلاله بالتوحيد الذي هو رأس الأمر. نعم.
قال رحمه الله: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ابن القيم يقول الثاني، يعني النوع الثاني من النشرة، النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات. الرقية النشرة بالرقية والتعوذات، يعني يقرأ على نفسه أو يقرأ على مريضه المسحور، يقرأ عليه آية الكرسي. ابن تيمية يقول إذا قرأت آية الكرسي على بصدق، هكذا يقول، إذا قرأت بصدق أبطلت السحر. آية الكرسي إذا قرأت بصدق، قراءة آية الكرسي، قراءة المعوذات الثلاث، قراءة فاتحة الكتاب والأدعية أيضا الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا سيما رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل شيء، من شر كل عين ونفس، ونفس الله يشفيك. هذه نافعة جدا في حل السحر، فهذا مباح. أيضا الأدوية المباحة، الأدوية المباحة، الأدوية العلاجات التي تعرف بالتجارب، لأن بعض السحر قد يدخل الإنسان في مرض، يعني مرض في أمعائه، أو مثلا صداع في رأسه، آلام في رأسه بسبب السحر. هذا يعطى أدوية من العلاجات، الأعشاب المعروفة والأدوية المعروفة التي تساعد في علاج هذا المرض الذي أصابه بسبب السحر. إن كان صداعا يعطى أدوية تنفع في الصداع، وإن كان ألما في بطنه يعطى ما ينفع، وإذا كان وجعا في أطرافه، إذا كان هناك أنواع من الدهون تخفف الألم أو تزيل الألم، هذا كله مباح، أدوية مباحة. داخل هذا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، عرفه من عرفه وعلمه من علمه وجهله من جهله. هذا النوع قال جائز. النوع الثاني قال النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. حاصل الباب أن النشرة التي هي حل السحر المسحور على نوعين: حل له بسحر مثله، وهذا باطل باتفاق أهل العلم، هذا باطل باتفاق أهل العلم، وحله بالرقى والتعاويذ الماثورة والأدوية النافعة هذا مباح، هذا مباح أيضا باتفاق أهل العلم، هذا مباح وله دلائل كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن النشرة. الأولى النهي عن النشرة التي هي من عمل الشيطان، التي هي معروفة في الجاهلية وفيها استعانة بالشياطين واستخدام لهم، هذه باطلة محرمة. قال النهي عن النشرة، وهذا تقدم معنا في حديث جابر، سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قال رحمه الله: الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الفرق بين المنهي عنه من النشرة والمرخص فيه أي من النشرة، مما يزيل الإشكال، يعني بحيث لا يبقى إشكال في الباب. والجواب أو التفريق هذا في النص العظيم الذي نقله المصنف عن الإمام ابن القيم رحمه الله من كتابه زاد المعاد. زاد المعاد فيه مجلد كامل في الطب النبوي، مجلد كامل في الطب النبوي فيما يتعلق بالسحر. ذكر ابن القيم حل السحر عن المسحور، ذكر هذه الفائدة التي فيها ما أشار إليه المصنف رحمه الله: الفرق بين المنهي عنه من النشرة وهي التي من عمل الشيطان، والمرخص فيه منها هو الذي بالتعاويذ والرقى والأدوية المباحة. قبل أن نختم، هناك فتوى مهمة لمشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء، فيها تفصيل نافع ومفيد جدا في حكم حل
السحر بسحر مثله حكم ذلك. وفتوى حقيقة فيها تفصيل وفيها فوائد عظيمة، فنستمع إلى هذه الفتوى. نعم. ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن حكم السحر وعن إتيان السحرة، فنقول: حرم الله السحر تعلما وتعليما وعملا به، وحيث تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم السحر وكفر الساحر، يقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فقد أخبر سبحانه وتعالى بكذب الشياطين فيما تلته على ملك سليمان عليه السلام، ونفى عنه ما نسبوه إليه من السحر بنفي الكفر عنه، مما يدل على كون السحر كفرا، وأكد كفر الشياطين وذكر صورة من ذلك وهي تعليم الناس السحر، مما يؤكد كفر متعلم السحر قوله تعالى عن الملكين اللذين يعلمان الناس السحر ابتلاء لمن جاء متعلما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بتعلم السحر. ثم أخبر سبحانه أن تعلم السحر ضرر لا نفع فيه، فقال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وما لا نفع فيه وضرره محقق لا يجوز تعلمه بحال. ثم يقول سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي لقد علم اليهود فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس له نصيب. وقال الحسن رحمه الله: ليس له دين. فدلت الآية على تحريم السحر وعلى كفر الساحر وعلى ضرر السحرة على الخلق. وقال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ففي هذه الآية الكريمة نفي الفلاح أو نفي الفلاح نفيا عاما عن الساحر في أي مكان كان، وهذا دليل على كفره. ومن السنة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وهذا يدل على عظم جريمة السحر، لأنه قرنه بالشرك وعده من السبع الموبقات التي نهي عنها لكون فاعلها في الدنيا، أو لكونها تلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكة في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم. أعد لكونها لعلها تهلك فاعلها. لكونها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكه في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم. ومن السنة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وروى البزار وأبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا
فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وهنا أحاديث أخرى في النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان حكم آتيهم ومصدقهم وإلحاق ذلك بالسحر. فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة تدل على كفر الساحر، مما يدل على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذهب بعض العلماء إلى قتله بدون استتابة. وروى الترمذي عن جندب رضي الله عنه موقوفا حد الساحر ضربة بالسيف. وورد عن طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل السحرة أو الأمر بذلك، ولم يوجد بينهم خلاف فيه، حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لثلاث سواحر عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وروى الإمام مالك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. كما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي العثمان كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأسدي فقتله. كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة، فروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وأبي موسى وقيس بن سعد رضي الله عنهم. كما روي عن سبعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز، وهذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم ثم من التابعين يعد إجماعا منهم على ذلك. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكرها مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور هي حجة من قال بقتله مطلقا. والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ به سحره الكفر، لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نوع الشعوذة والأخذ بالعيون، حتى أنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر يدل على ذلك لصيغة العموم. انتهى كلامه من أضواء البيان. ولما كان السحر داء يؤثر فيمرض الأبدان ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، شرع أن يسعى في علاجه والأخذ بالأسباب المباحة المؤدية إلى الشفاء، لأن الله تعالى جعل لكل داء دواء، كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفيما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ويعالج السحر بالقرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة. وأما علاجه بالسحر فهذا حرام لا يجوز لعموم النصوص الواردة في تحريم السحر، لأنه من عمل الشيطان، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون، لأنهم لا يؤمنون لأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، والمراد بالنشرة الواردة في الحديث النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية، وهي سؤال الساحر ليحل السحر بسحر مثله. أما حله بالرقية والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك. وكل ما ورد عن السلف في إجازة النشرة فإنما يراد به النشرة المشروعة،
وهي ما كان بالقرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة، ولا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأن من شرط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة كما قرره علماء الأصول، وحيث إن السحر كفر وشرك فهو أعظم ضررا بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أخرجه مسلم. والسحر يمكن علاجه بالأسباب المشروعة، فالاضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك. وبناء على ما سبق فإنه يحرم الذهاب إلى السحرة مطلقا ولو بدعوى حل السحر. واللجنة إذ تنشر هذا البيان لبيان وجه الحق في هذا الموضوع إبراء للذمة ونصحا للأمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاهم الله خير الجزاء، يعني هذا كلام عظيم وتفصيل نافع جدا، وفيه رفع يعني الاشتباه بسبب وجود بعض الفتاوى الشاذة، بعض الفتاوى الشاذة الذي أضرت ببعض العوام والجهال، فمثل هذه الفتاوى لا يلتفت إليها، والأمر ليس بالهين، الأمر غاية في الخطورة، لأن الآن الذهاب للسحرة إن كان يظن من ذهب إليهم أنه يشفى من المرض الذي هو به، هو سيدخل في مرض آخر أشد من المرض الذي كان مبتلا به، يدخل في مرض الشرك والكفر بما يطلب منه الساحر من تقرب للشياطين. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها واضح في التحريم، قال هي من عمل الشيطان، قال هي من عمل الشيطان. نسأل الله الكريم من ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.